مساء العافية وراحة البال على متابعين الطيبين. اليوم أمسي عليكم بما أنه أنا جاي أسجل هسه بالليل، فما أعرف الفيديو يوصل بالنهار بالليل ينزل لكم. المهم اليوم الحلقة مالتنا كلش حلوة ومنوعة، نسولف بيها على الحديقة، نسولف بيها على المشويات، كلش حلوة راح تعجبكم أكيد. أتمنى تكملون الفيديو وتشوفونه وتستفادون من عنده، للنهاية راح تشوفون النبات شقد حلو، الحديقة فد شغلات بسيطة نسوينا فد جو بالبيت، بدل ما نطلع برا ونأذي نفسنا ونأذي مقابلنا، نحاول نخلق أجواء أسرية بيتية. طبعا هاي مقتطفات من الفيديو بس حبيت أشوفكم البداية. احنا اليوم راح نسوي شيش طاووق دجاج أو تكة دجاج، وراح نسوي تكة لحم. طبعا راح نحتاج بداية تتبيلة، بهارات حسب الرغبة، بهارات برياني، ملعقة معجون، ملعقة سماق، ملعقة روب أو ملعقتين، ملعقة ثوم مهروس، إضافة قليل من بهارات السبعة. هاي كلها راح تنخلط، إذا تحبون شطة خلوه حسب الذوق، مع الليمون. أخلطها وأخليها تبلها تقريبا ساعتين أكثر حسب الوقت مالتكم، أنا خليتها ساعتين. هي كل ما تبقى بالتتبيلة كل ما تطلع أطيب. هسه هنا أنا كلها راح أخليها مثل ما جاي تشوفون، الروب مع السماق مع البهارات كلها كلها الملح، وأبدي أخلطها كلها بيدي. هالشكل هذا حبايبي. هسه هنا أنا اللحم أنا ما أحب أضيف لأي شيء، أحب أحتفظ بالطعم مالته، لأن لحم غنم أكون ناس تبلت، خلي بهارات، خلي فلفل أسود، أنا ما أخلي له شيء، بس الدجاج أخلي. هنا طبعا كلكم تعرفون هاي الطريقة شلون الشيشون اللحم، يعني كلها تعرف. هسه إحنا اليوم راح نسوي على الفحم كلش طيب، راح يطلع مساعدة أبو بنونة راح يساعدني. هسه نشعل الفحم، طبعا هاي حديقتنا البسيطة كلش حلوة صغيرة. هسه راح نبلش شوي وما مشوي شوكة. طبعا كتبوا لنا بالكومنتات شو رأيكم، وانا واحد جزء صحي، فاليوم قررنا انه نشوي ونغير جو، وهم ناخذكم ويانا. هسه بنونة حبت طبعا تحكي لكم. المهم احنا هسه بدينا نكمل هاي الكمية اللي عندنا كلها، نبدي قسم ورا قسم نشوي. هسه هنا شغلنا الفحم، هاي المروحة شغلناها عليه، هنا انا كملت انا وجاي اسوي بالدجاج. طبعا الدجاج لبو بنونة لان مو زين عليه اللحم، كلش طيب طبعا طلع. يفضل تخلون قطع هيك كبيرة على مود ما تيبس عندكم، وتخلون كل ثلاث قطع وياها شحمة. اللحم هم نفس الحالة، هم خليته ويا شحم ليه. طبعا احنا بالبيت بس المعلاق ما يحبونه، يعني الكبدة ما يحبونها، ما سويناها، سوينا لحم وسوينا دجاج. والله القعدة يعني حلوة ما شاء الله روعة، تلتم العائلة، الأجواء هاي أحسن ما واحد يطلع برا. الحجر المنزلي نحاول يعني نخلق أجواء حلوة، أجواء سعيدة لأولادنا وبناتنا. طبعا هم أكثر العراقيين، كلها الناس مهمومة وكلها عندها مشاكل وكلها تعبانة نفسيتها، بس نسوي لازم نحاول، أم البيت تحاول شقد ما بيها تخلق فد جو
سعيد لعائلتها في سبيل الراحة النفسية وتسعد العائلة. كل واحد يقدر يسوي، كل أم بيت تقدر تسوي، تبدأ بالعدها الأفكار الموجودة عندها. طبعا أفكار جدا بسيطة، تقدرون زرعات عندكم، زرع طبيعي، سندانات، إذا واحد ما عنده حديقة، إحنا حديقتنا صغيرة حلوة، إذا واحد ما عنده حديقة يقدر يشتري زرع اصطناعي أو زرع طبيعي حسب إمكانيته، ويسوي له فد إضاءة بسيطة بالحديقة، ويسوي فد أجواء، أو يفرشها أي فراش يعني موجود عندكم، ترتبونها بالشكل اللي يعجبكم، وتحاولون كل فترة، مرة بالأسبوع، مرة بالشهر، بما أنه إحنا قادمين على فصل الشتاء، وإحنا شتانا مو بارد، شتانا حلو، الجو مالته طبيعي، فنحاول نسوي هاي الأجواء شوية تغير من نفسية الأولاد. والله الصراحة أنا من سويتها يعني حبوها هاي الفكرة. هنا أبو بنونة طبعا جاي يساعدني شوي، ربي يحفظه. يعني هاي الأجواء البسيطة لكن تخلق فجو حلو. شغلات بسيطة، ما نحتاج أي شيء، ماكو شيء مكلف. شوف ما شاء الله هنا الجمر شلون صار. هسه بعدين راح نخلي الشاي، تخدير شاي عراقي كلش حلو مهيل. هاي هنا أنا جهز عندنا، طبعا هو حلاته تاكلونه وهو حار. الصراحة احنا لا رتبنا بالنسبة للسفرة، ولا خلينا يعني ما قدرنا، لان قلنا خليه حار على مود ياكلونه، فجبناه وخليناه بدون ما نرتب، يعني نخلي ترتيبات ويا السفرة او نخلي اطباق ثانية ما خلينا. اعتمدنا على طبق التك اللحم والتك الدجاج والصوص اللي هو الكجب والمايونيز وهاي الشغلات والصمون الحجر العراقي، بس ما شاء الله طعم روعة وريحة كلش حلوة. ما زال واحد بالبيت ومسوي على يده ونظيف ويعرف شنو مخليه وشنو مسوي، أحسن ما تروحوا للمطعم. قاعدة عائلية حلوة، هاي هنا قلت لكم الترتيب البسيط اللي كل ست بيت تقدر ترتب حسب ذوقها حسب ترتيبها، فرشة بسيطة، كوشايات، اي شي موجود عندكم في السفرة حلوة تحبين تخلي لها دائما. هاي من تطلعون ناس تطلع للحدائق افرشها بحديقتي، اسوف الجو مرتب على مود هم الاولاد يفرحون، وهم بنفس الوقت تنفتح شهيتهم ياكلون، وكتغيير يعني تغيير عن الروتين اللي دائما يعني نقعد بالبيت وناكل. هاي شوية عن تغيير بالحديقة. اتمنى عجبتكم حبايب، وانطونا رايكم بالتعليقات. ان شاء الله تطبقون هاي الافكار، ان شاء الله تعجب عائلتكم، تعجب الاولاد عندكم، وتقعدون انتم واولادكم وتسوون هاي الخطوات البسيطة، تتعاونون. انا متأكدة راح تعجبهم،
احنا نحاول دائما نسوف شغلات جديدة، يعني هم تغيير، وهم العائلة شوية تغير جو كأنه ما طالعين، مثل سفراتنا قبل من نسافر للحدائق أو نطلع ناخذ الأكل ناخذ الشاي، هسه بالبيت بدل ما نطلع، لأن هو هسه بهالوقت هذا كل ما الإنسان يقعد ببيته أفضل ما يطلع، يحافظ على نفسه ويحافظ على عائلته ويحافظ على الناس. هاي هنا أنا طبعا الشاي العراقي المهيل الأصيل وعلى الفحم، وما أحكي لكم شنو الريحة وشنو الطعم. هاي الترتيبات البسيطة اللي سويتها بالحديقة كلش حلوة، قدرون انتم تسوون احلى وافضل منها بعد حسب الموجود عندكم، تستفادون من عنده وتخلقون في الجو حلو للعائلة كتغيير. هاي الشغلات البسيطة حبايبي كلها موجودة عندنا، استفادينا من عندها هالقعدة هاي الحلوة. مثل ما قلنا راح يجو منا وهيج راح يصير كلش حلو، راح نستفاد من هاي القعدات الحلوة والأجواء الحلوة. هنا أنا جهز عندنا ما شاء الله روعة، طبعا نسينا المصفاية بس ما يخالف، هم الشاي طلع روعة وطيب.